من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض. نروي لكم قصة بطولية مع الفارس البطل الرقيب أول خالد الشمري. رابطنا قال علينا نفتيه بأموالنا وراحنا. زملائي في الخط الأمامي الله يعطيكم العافية ويجزاكم الخير وإلى الأمام وإن شاء الله أنكم منصورين. نوجه رسالة للعدو بأن بلاد الحرمين خط أحمر. الحمد لله على السلامة بطلنا خالد الشمري وقدامك العافية إن شاء الله وشكرا لك على استقبال برنامجنا. الله يبارك فيك ويجزاك خير وحياك الله وسهلا. الله يطول عمرك. أهلا وسهلا حياك الله. أبو سلمان طمني عن صحتك إن شاء الله طيب. الحمد لله طيب الحمد لله وأحسن من أول بكثير الحمد لله والحمد لله في شفاء الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله تكون أفضل إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. الرقيب أول خالد الشمري من القوات الملكية البرية السعودية، تحكي لنا قصة الإصابة. قصة الإصابة طال عمرك احنا كنا في موقع في نجران موقع لداري، جتنا قذايف وقت صلاة جمعة وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر تم إرسال علينا مقذوف من موقع قريب لنا على الموقع لداري اللي كنا ساكنين فيه وتم إصابتنا، لكن الحمد لله وشكر جت سلامات الحمد لله. الحمد لله يستغلون الأوقات اللي الناس فيها تكون يعني متجهة إلى الله في وقت يوم الجمعة يوم فضيل وقت صلاة الجمعة وقت فضيل مبارك. يعني احنا اخي انتم كيف تعاملتوا معاهم في ذيك اللحظة؟ طيب ابو احنا اخي خالد احنا كنا متجمعين وقت صلاة الظهر طالعين من السكن الإداري رايحين ننتظر متى يقيم الصلاة، ولكن العدو استغل فرصة تجمع الأفراد وتم إرسال مقذوف. نعم. إيه نعم. طيب في ذيك اللحظة كيف كان العمل الإجرام من زملائك اللي موجودين؟ الحمد لله عمل طيب وجبار ويشكرون عليه، تم إسعافنا ووصلنا إلى مستوصف القطري، والمستوصف القطري حولنا إلى مستشفى الملك خالد بن نجران. الحمد لله وتم إسعافنا إلى مستشفى الملك خالد بن نجران. الحمد لله. هذا جزء من الأفراد أو الجنود اللي قاموا بعملية مهمة إنقاذ المصابين. إنقاذ المصابين أول شيء من الموقع الإداري إلى مستوصف القطري. نعم. والمستوصف القطري نظامه يحولك المستشفى العسكري بن نجران أو المستشفى الملك خالد بن نجران. نعم. واحدة من الثنتين. الفريق الاخر كان يتعامل مع العدو مع اخويانا زملائنا الثانيين تعاملوا مباشره مع العدو الموقع اطلاق العدو لنا المقذيف. نعم. تم التعامل معهم على طول. نعم. ولكن تم دحر العدو وتم سد الهجوم واكتشاف مواقع العدو وين مكانهم مواقع كذا. للأسف يتعاملون بخسة ودناء، يستخدمون الأوقات الهدنة أوقات زي وقت صلاة الجمعة، ما يواجهونكم وجه الوجه. مستحيل يواجهك يا أخي خالد، العدو خاصة الحوثي يواجهك شخصيا يقابلك يعني يتعامل معك، لكن مهنته القدر يقدر فيك قدر. يعني يجيك وقت صلاة ولا الناس يشوف الناس متجمعين ويغادر فيك ويرسل عليك مقذيف عشان يصيب يكسب اكثر عدد من الاصابات. كم عدد المصابين في والله احنا ثلاث اصابات. نعم. ثلاث اصابات. كيف صحة الزملاء ان شاء الله طيبين؟ ان شاء الله طيبين كلهم متمتعون الحين. واحد اخوي اسمه بنيف محيى مطيري احط ركبوا له رجل والحمد لله طيب وتمتع بجازة الحين طلعوا إما أهله بالقصيم. الحمد لله. والحين عند الشيبان وبالقصيم يتمتع بجازة الحين الحمد لله طيب ويمشي وبشرك الحين وركبوا له رجل الحين ويمشي عند أهله الحين إن شاء الله. والزميل الآخر الحين رجع الدوام الحين على رأس العمل. الحمد لله. اسمه بدر عمر عسيري الحين على رأس العمل الحمد لله والشكر.
الحمد لله. أبو سلمان وصلت للمستشفى في نجران. إيه نعم. إيش كان معك بالضبط وقتها؟ أنا كنت وين جت في إصابة؟ إصابة بالرأس هنا. نعم. في جتني إصابة يحولون على مستشفى الملك هادي بنجران. الإصابة عبارة عن شظية من المخلوق. شط شظية شطفة الرأس من جهة اليمين. وتم تحويلي إلى مستشفى مصوص القطري. وقطري حول المستشفى ميداني طبعا. مستشفى ميداني تبع اخو. في اللحظات هذيك انت فقدت الوعي ولا كنت صحيح؟ كنت انا حاسس اني بسياره الاسعاف من يوم حركوا الموقع من الموقع الاداري حاسس ان 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 في شيء واسمع زملائي اشيلوا معنا حطوا معنا اشيلوا معنا اشيلوا الرجاء اشيلوا الرجاء انا اسمع لكن انا بشوف على جسم ما اشوف شيء من قوة الإصابة وجات الإصابة بالرأس والحمد لله حولوني المصوص القطري ميداني تبع زملاء دولة قطر الشقيقة وحولوني لمستشفى الملك خالد ومن هناك حولوني على طول مستشفى قسم الطوارئ مستشفى الملك خالد بنجران. نعم. وبعدها سووا لي عملية بالرأس ولكن الحمد لله طلبوا تحويل والحكومة ما قصروا وجزاهم الله خير وحولونا المستشفى العسكري برياض على طول. نعم. جيت هنا في المستشفى. جيت المستشفى العسكري هنا إن شاء الله. نعم. الحمد لله وشكرا. إيش الآثار اللي كانت للإصابة؟ الإصابة بس اللي بالرأس هنا. نعم. الحمد لله وشكرا. إصابة بسيطة بالرأس هنا وسوي عملية. أثرت على الحركة عندك في الجسم؟ أثرت على جهة اليسار. سبحان الله. هي الإصابة في اليمين. في اليمين وفي اليسار تم التأثير باليسار. شوفك تحرك يديك شوي. الحمد لله والشكر كل شيء وحرك اليسار احركها الحين الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وحرك يد اليسار بعد الحين واصابعي اقفلها اول ما كنت اقفل اول. تحس فيها؟ احس فيها الحين كل شيء الحمد لله. ورجلي اليسار احركها الحين. نعم. والحين ان شاء الله الحمد لله برنامج تاهيل ماشيين عليه ان شاء الله. الحمد لله. كنت تقول لي قبل لا نسجل انه الوالدة كانت عندك هنا في الرياض والحمد لله ضمنت على صحتك. الحمد لله. أم خالد بشرنا كيف صحتها وكيف إن شاء الله ارتاحت بعد ما شافت كلام. الحمد لله جت من حائل زيارة لي خاصة وزارتني بالمستشفى هنا وأنا بالطواري وبعد ما طلعت من الطواري زارتني ثاني مرة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله مرتاحة. الحمد لله طيب ومرتاح الحمد لله. الحمد لله شكر لله. الحمد لله. الأبناء سلمان وإخوانه. ابن سلمان ووليد وولها جوني زاروني هنا بعد ما طلعت من الإصابة من قسم الطواري جوني زاروني زاروني إخواني وقربائي وكل عيال عمي زاروني هنا الحمد لله. نعم. نعتز بما قدمه البطل أبو سلمان من تضحيات على الحد الجنوبي ونتمنى إن شاء الله للقوات المسلحة النصر القريب وإن شاء الله العزيمة والإصرار والقوة والإرادة موجودة لدى المرابطين على الحد الجنوبي. سكنت في حفر الباطن؟ سكن في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن. ما شاء الله تبارك الله. اشتقت لحفر الباطن؟ ما يحتاج ما يحتاج. إن شاء الله ترجع لها إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أبو سلمان وجودك في الحد الجنوبي يمكن تنقل لنا فيه صورة ثانية احنا ما شفناها خاصة انك انت يعني من المسؤولين يمكن عن عدد كبير من المجموعات الموجودة في الحد الجنوبي من زملائك شلون يعني عمل قواتنا هناك جنودنا روحهم المعنوية ما شاء الله عليهم عملهم جبار يشكرون عليه وابطال اخويا من ضباط وافراد جميع قوات مسلحة مشتركة من السعودية ومن دول المساندة لنا الثانية والحمد لله عامل جبار يشكرون عليها ولكن الأبطال الحمد لله الحمد لله من ضباط وأفراد كلهم البطل عن البطل في إحساس بالمسؤولية في إحساس بالمسؤولية في إحساس بالمسؤولية ولكنهم الحمد لله البطل عن البطل نعم والله الحمد لله احنا نفخر فيكم بالتأكيد الله يطول عمرك وسلمان الإصابة هذه أبو سلمان وإن كانت مؤلمة صراحة يعني أثارها طبية الجسدية لكن في نفس الوقت هي وسام فخر لنا حنا أنه الحمد لله وشكر أبطالنا أبناءنا أبناء هذا البلد يضحون من أجل الوطن الحمد لله وشكر وأنا أشكر حكومة الرشيدة أشكر حكومة خادم الحرمين وأشكر محمد بن نايف وأشكر محمد بن سلمان وأشكر صاحب السمو الملك الأمير فادي بن تركي قائد القوات البرية على زيارته لنا نعم تستاهلون الحمد لله وشكر
والوالدة بشرك الحمد لله فخورة، وأخواني فخورين، وأبنائي فخورين بالشيء هذا الحمد لله، وكل من جماعة ربعي فخور بالشيء هذا الحمد لله. وإحنا فخورين بي. الله يسلمك ويطول عمرك. الله يسلمك ويطول عمرك. وأنتم حقيقة يعني أبطال، وهذا يمكن وسام أحد وسام الشرف اللي حصلت عليه. هذه من شعني لك هذا. هذه يعني الفخر والاعتزاز من أحد منسوب القوات المسلحة الحصول على الشيء هذا. نعم. الحمد لله. يعني حقيقة هل وسام بالتأكيد يعني هو وسام لكل أبناء المملكة العربية السعودية. الحمد لله شكرا. والحاصل عليه واحد من اللي ضحوا بجسدهم. نعم صحيح. لخدمة الدين والوطن. نعم صحيح. الله يبيض وجهك أبو سلمان. الله يسلمك الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية. وهذا الوسام بالتأكيد يعني الحمد لله. أبو الوسام هذا سلمان. أكبر شرف هذا الحمد لله. بالتأكيد. الحمد لله. أبرز وسام وأكبر وسام يعني وجود هالوسام الموجود على جسدك. الله يسلمك. إحنا كلنا فخورين بهالوسام هذا. الله يسلمك يعافيك. الله يسلمك يعافيك. أبو سلمان أنا تشرفت حقيقة بلقائك، وإن شاء الله تعالى أنه أطمن على حالتك. الله يسلمك إن شاء الله. برنامجك العلاجي راح يستمر هنا أو عندك مثلا استمرار العلاج في الخارج في الفترة القادمة؟ لا إن شاء الله في الداخل إن شاء الله. برنامج التأهيل ماشيين عليه، علاج وظيفي علاج طبيعي إن شاء الله، ومن إن شاء الله كل أسبوع أسبوعين تحصل عندنا حاجة أحسن وأفضل وشن من الأول إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا أشكر أخواني مرافقين معي بقسم هنا بالمستشفى، وأشكر من زارني من الرياض من حائل من أي منطقة، وأشكر زملائي اللي زاروني من نجران، وأشكر زملائي اللي زاروني من حفر باطن من جميع المدن، والحمد لله والشكر. تستاهل و الله يبارك فيك هالزيارة. وبالعكس اليوم احنا ايضا نشكرك على انك شرفتنا بقبول زياره البرنامج. الله يسلمك وقدامك العافيه ان شاء الله. وانا اشكر قناه الاخباريه الكادر الطبي على راسهم انت يا خالد. الله يحفظك والشباب الموجودين معك، والله يجزاكم خير. الله يعطيك العافيه. قدامك العافيه ان شاء الله باذن الله. احنا فخورين فيكم والله. الله يسلمك يعافيك والله يجزاكم خير. قدامك العافيه ان شاء الله. الحمد لله شكرا. الله يعافيك. الله نوط الشرف والعز للفارس البطل أبو سلمان. هؤلاء هم رجالات الملك سلمان الذين يظهرون الشجاعة والإقدام في ميدان الشرف والعزة في الحد الجنوبي. هم بالتأكيد عظماء هذه البلاد ورجالها الأقوياء. إلى اللقاء. كلنا لجلك جنود، أرواحنا عنك نذود. كلنا لجلك جنود، أرواحنا عنك نذود. حبك بدمنا جرى يقهر وأغلى ترى. حبك بدمنا جرى يقهر وأغلى ترى. ومهما صار وبك يصير كلنا 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 نفس المصير. الوطن وحبنا يدنا بيد الملك. الوطن وحبنا يدنا بيد الملك.